اخبار اليوم. اهلا بك جدا، وبشكر طبعا اخبار اليوم المؤسسه الكبيره المحترمه، وبشكر كل المهرجان المحترم الشيك اللي احنا خدنا فيه جائزه افضل غنوة مسلسل 2014. بشكر كل القائمين على الحفله وبقول لهم متشكر جدا. ان شاء الله ده اول تكريم ليا. والله بيمثل لي ان يعني مجهودي اللي انا عملته بشوفه دلوقتي، المجهود اللي انا تعبت فيه بشوفه حاليا، فبحمد ربنا جدا على النعمه اللي انا فيها. والله يعني هو ربنا شاء بقى ان انا اظهر في الوقت دوت، وكل واحد ليه وقته وليه نصيبه وليه قدره، فالحمد لله انا قدمت كمان البوم اسمه زحمه حياتي، محقق نجاح كبير جدا، وبصور منه غنوة ما بحنلهاش ويمنعنا، فان شاء الله حاجه هتعجبكم جدا ان شاء الله 2015. والله انا زمان انا غنيت في كل حته في مصر، ورب يعني بادئ من تحت قوي يعني، فربنا كرمني الحمد لله. نغني ما تدعيش عليا لو يوم تعبت في بعدي او حسيت بضيقة، ما تدعيش عليا لو نسياني صعب كده بقى. تمام قوي، كل سنة وانتم طيبين، وبشكركم جدا، وبشكر المؤسسة الجميلة اخبار اليوم. شكرا لكم، ميرسي.